للحديث مشاهدينا عن التطورات في غزة على وقع الجرائم التي يرتكبها الاحتلال. معنا هاتفيا من القاهرة شريف عبد الحميد مدير مركز الخليج للدراسات، وهاتفيا أيضا من رام الله حسام عز الدين الصحفي الفلسطيني. مرحبا بكما. نبدأ منك حسام، كيف تقيم ما جرى في جلسة مجلس الأمن بشأن غزة والذي دعت إليه الجزائر؟ اولا يعني ممكن القول ان جلسات مجلس الامن والتحرك الدولي لم يعد له قيمه على الصعيد، ان اقول على الصعيد الشعبي الفلسطيني، على اعتبار انه اكثر من مره القضيه معروفه مسبقا بان الولايات المتحده الامريكيه عند اي قرار لمجلس الامن فيما يتعلق في وقف الحرب على قطاع غزه سيواجه بفيتو امريكي، وبالتالي هي ليس الا مجرد خطوات بروتوكوليه، ولكن ما يهم الشعب الفلسطيني الان في هذه اللحظه والشيء العملي الوحيد هو وقف الحرب على او الجرائم التي ترتكب في قطاع غزه. مجلس الامن على يعني قد لا تبقى دوله الا وان تجرب تطرح اي مشروع لوقف اطلاق النار على قطاع في قطاع غزه، لكن المعادله معروفه مسبقا لكل للقاصي والداني بان الامور يعني معروفه بتفاصيلها على استنادا الى الخبرات السابقه مع هذه المؤسسه الدوليه التي تراقب جرائم ترتكب وحقوق بشر تنتهك على مرأة من الجميع ولا يتحركون ساكنا. جميع الدول يعني التوجه الدولي والغربي والامريكي الان يحصرون كل تحركاتهم في قضيه واحده وهي اخراج المختطفين الاسرائيليين في قطاع غزه، ولا ينظرون نهائيا الى الشهداء والقتلى الذين يسقطون يوميا في قطاع غزه، جرائم يعني على مدى كل يوم اكثر من 200 شهيد يسقطون في قطاع غزة، إضافة إلى الجرائم الواضحة التي يتم ارتكابها من قبل قوات الاحتلال. قوات الاحتلال صعدت من عملياتها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان حتى بعد قرار المحكمة الدولية، والمحكمة الدولية التي من المفترض أن تكون هي المحكمة التي تحكم لصالح البشر، يعني لا تهتم قوات الاحتلال لا محكمة دولية ولا مجلس الأمن. طيب أستاذ شريف، نجدد تحية بك من القاهرة. بالحديث عن الموقف الأمريكي، إلى أي مدى يمثل هذا الموقف إصرارا على دعم الاحتلال حتى النهاية، وأيضا يفند ما يثار عن الخلاف الأمريكي مع حكومة نتنياهو؟ تحياتي لحضرتك ولضيوفك وللمشاهدين الكرام. أولا حتى تتضح الصورة، يجب أن نعرف أن الاحتلال الغاصب هو أكبر متلقي للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية. أمريكا بتعتبر لكمية المساعدات أنها الحاضن الرئيس للاحتلال الغاصب في فلسطين. المساعدات الإجمالية من عام 46 ل 2023 بلغت 158 مليار دولار. الاحتلال يلقى رعاية أمريكية كاملة في كل شيء، حتى ان وزير الخارجية الأسبق في 81 قال ان احد الجوانب الاساسيه للسياسه الامريكيه منذ حرب اكتوبر 73 هو ضمان احتفاظ اسرائيل بتفوق عسكري نوعي في المنطقه. اذا الدعم الامريكي عندما نوهم انفسنا او نتخيل ان امريكا هي دوله حياد او انها دوله الامريكان فضحوا وانكشفوا وتعروا تماما في العدوان الغاشم على أهلنا في غزة. الأمريكان منذ اللحظة الأولى، الرئيس الأمريكي يأتي ليؤيد، وزير الخارجية يعلن يهوديته كاملة مع الاحتلال الإسرائيلي. فإذا
ما فيش جدال على الاحتضان الكامل نعم للأمريكان ومواقفهم، حتى ما يتردد داخل أن الأمريكان هم الذين يرفضون وقف العدوان الغاشم في غزة. صح ما قامت به حماس يفضحهم، ومن هنا هم يريدون أن تكون لهم اليد الطولة في المنطقة، حتى إن المخزون الطوارئ الأمريكي موجود داخل الأراضي المحتلة في فلسطين. نعم نعم وطبقا لهذا المخزون اللي غير هذه الاتفاقية وشروط المخزون عام 89 جورج الأب، وأتاح للاحتلال إن هو يستخدم هذا في حالات الطوارئ، وهو ما رأيناه في عدوانه نعم الغاشم على أهلنا في غزة. نعم طيب، من هنا أيضا أستاذ شريف، يعني كيف تقيم التسريبات؟ هناك تسريبات من مقربين من نتنياهو بشأن مستقبل غزة فيما بعد الحرب طبعا. هل ترى بالفعل أن نتنياهو قادر على إنشاء إدارة عسكرية للاحتلال كاملة في غزة، من مهماتها الرئيسة إدارة المساعدات الإنسانية؟ نتنياهو يريد إطالة أمد هذه المعركة أستاذ شريف، حتى أعتذر منك. يظل متواجداً. نعم أعتذر منك أستاذ شريف، السؤال لأستاذ حسام وسأعود إليك مرة أخرى. تفضل. نعم أستاذ حسام تفضل. نعم في لقاء سابق، يعني مع بعد أيام من اندلاع الحرب في غزة، قلت على قناتكم العزيزة بأن قد يكون أكثر إنسان على الكرة الأرضية مع استمرار الحرب هو نتنياهو، على اعتبار بأنها هي الشيء الوحيد المخلص له مما ينتظره بعد انتهاء هذه الحرب. ما يجري اليوم في ما يتعلق بالمجتمع الإسرائيلي، اليوم بدأت الكثير من الأمور تتكشف لدى الشارع الإسرائيلي، حتى أن اليوم كان هناك واضحا بأن هناك تراجع في خطاب نتنياهو، يقول اليوم بأنه سيعمل على إعادة المختطفين حفاظا بما يتطلبه الأمن القومي الإسرائيلي ولو سقطت من الحكومة، بمعنى أنه بدأ يشعر بأن الشارع الإسرائيلي ينظر إلى أن نتنياهو مستمر بالحرب كي يحافظ على بقائه في المشهد السياسي الإسرائيلي. الحرب بعد مرور أكثر من 117 يوما على هذه الحرب لم يتحقق مما وعد به نتنياهو الجمهور الإسرائيلي، لا على صعيد إعادة المختطفين، لم يعد أي مختطف واحد فيما من خلال العمليات العسكرية، إضافة إلى ذلك الصورة الآخذة في الهبوط في المجتمع في على الصعيد الدولي لإسرائيل، وهذا أيضا ما بدأت كافة وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عنه بأن تشويه صورة إسرائيل بالعالم بدأت تأخذ منحى خطير جدا، استنادا إلى الجرائم التي يتم ارتكابها يوميا في خلال هذه الحرب. لذلك أخي أقول بأن نتنياهو قد يكون بداية هذا الحرب سعى إلى أن الناس تكون له المنقذ مما ينتظره في محاكم الاحتلال، لكن على ما يبدو أنه طالما أنه لم ينجز شيء الآن الأمور، أنا أقول أن قد تكون القضية مرتبطة بتحرك المجتمع الإسرائيلي أكثر مما ننتظره في ردهات مجلس الأمن. من هنا أستاذ شريف، هل ترى بالفعل أن حكومة نتنياهو قادرة على إنهاء هذه الحرب على النحو الذي تريده؟ وإلى أي مدى بالمقابل ترى أن الفلسطينيين في هذا الوضع الصعب قادرون على تخطي هذه المحنة والعدوان الغاشم؟ أولا، حكومة نتنياهو متورطة في هذا الحق. حكومة نتنياهو الآن هو مستنقع إلى الجيش الاحتلال، ولذلك من الذي يسعى إلى الهدن وإلى هدنة ويسعى إلى التفاوض هم الاحتلال والأمريكان.
المقاومة الفلسطينية على الأرض منتصرة. صحيح أن هناك معاناة صعبة ومأساة وكارثة إنسانية، ولكن في ذات الوقت المقاومة الفلسطينية منتصرة، ونتنياهو يسعى بكل السبل إلى أي هدنة. هو يريد أن لأنه هو يعلم جيدا، والمجتمع الإسرائيلي على المحك، أن حكومة نتنياهو ستسقط، وهذا ما يسعى إليه الأمريكان. ليس بينهم وبين الإسرائيليين خلاف، هما يتطلعون ويحاولون وضع أسس لمن يأتي لتشكيل حكومة بعد نتنياهو. ومن هنا حكومة نتنياهو غير قادرة على الانتصار وغير قادرة على الاستمرار. ومن هنا بعض الانسحابات الجزئية التي تتم الآن، دليل على ذلك المقاومة شرسة في الأيام الأخيرة، وقتلى من الجنود الإسرائيليين عدد كبير جدا. لا يستطيع أحد أن يصرح داخل جيش الاحتلال أو داخل إذاعة جيش الاحتلال بالأعداد الحقيقية. يقول البعض أنها تعدد 9,000 قتيل في هذه المعركة، ناهيك عن المصابين والجرحى والمرضى النفسيين. لكن ما يؤكده الواقع أن حكومة نتنياهو غير قادرة بالمرة على إنهاء الحرب أو فعل أي انتصار فيها. نعم أستاذ حسام، ماذا عن الضفة الغربية؟ يعني ما الذي يمنع من حدوث انفجار أكبر من هذا الضغط والجرائم التي يرتكبها الاحتلال؟ نعم أخي، أنا كنت أعد القول بأن حكومة الاحتلال حتى بعد قرار المحكمة الدولية فيما يتعلق بإدخال مساعدات إنسانية وضرورة أن تقدم إسرائيل تقرير عن ما عن شبه الجرائم الإبادة الجماعية، كان أقول بأن الاحتلال صعد من يعني لم يستجب أو لم يطرأ عليه أي انخفاض في مستوى الجرائم، لكن بالعكس ارتفعت نسبة هذه الجرائم سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. في قطاع غزة أخي ما يجري هو قتل بالجملة، وفي الضفة الغربية يتم القتل بشكل قد يكون أعمق، ولكنه بشكل فردي على اعتبار أن إذا أخذنا بالاعتبار على سبيل المثال جريمة يوم أمس، إنما تخفت مجموعة من قوات الاحتلال ودخلت أحد المستشفيات لتقتل 3 شبان فلسطينيين بتهمة أنهم كانوا يخططون لعمليات عسكرية. ما الذي يمنع أخي الضفة الغربية تقترب نهائيا عن قطاع غزة؟ الضفة الغربية مقطعة على شكل كنتونات قامت بها قوات الاحتلال من خلال الطرقات، من خلال المستوطنات، من خلال الشوارع التي تسيطر عليها قوات الاحتلال. قد لا يكون لا يوجد أي جزء أي قرية أو أي مدينة إلا وتدخلها يوميا قوات الاحتلال ترتكب فيها جرائم. هناك عمليات قتل يومي تجري في الضفة الغربية، لكن مثل ما قلت لك ليس بشكل جماعي مثل ما يشهده قطاع غزة، وإنما بشكل انتقائي وتحت مبررات لا يعلمها إلا قوات الاحتلال التي تدعي دائما بأن هؤلاء الشهداء الذين تقوم بقتلهم كانوا يخططون للقيام بعمليات ضد أهداف إسرائيلية. عملية يوم أمس كانت هي أفضل مثال على مدى الإجرام الذي يمارس، عندما تدخل القوة الإسرائيلية وبكاتم الصوت يقتلون شابا له 5 شهور داخل مستشفى يعاني من شلل نصفي، وتحت اتهام يتهمون بأنه كان يعد لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال. بالمجمل أخي القوات الاحتلال لا يعني لا يوجد أي شيء يردعها في تنفيذ أي جرائم يبطي بحق الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. أيضا أستاذ شريف، هل ترى بالفعل أن الخطة التي كشفت عنها معاريف يمكن أن تكون بداية
للتسوية التي تتحدث عنها في الشرق الأوسط، وماذا عن قيمة وحقوق الآخر، وذلك نعني بالحديث عن فلسطيني غزة والقضية الفلسطينية بشكل عام؟ أستاذ شريف، تمام. إذن أستاذ حسام، ما الذي تختلف عنه الورقة الذي كشفت عنها معاريف عن مؤتمر عودة الاستيطان إلى غزة، مع الحديث عن تحول نتنياهو إلى رهينة لسياسات وأيديولوجية هذا اليمين المتطرف؟ نعم أخي، هذه كثير من المقترحات الآن، كثير من المعلومات ترشح هنا وهناك، وبالغالبيتها تكون مصادر إسرائيلية، لأن الجانب الإسرائيليين في هذه اللحظة مثل ما قلت لك، المجتمع الإسرائيلي يدفع باتجاه أن تكون هناك هدنة مقابل أن إعادة المختطفين في قطاع غزة، لكن هناك والواضح تماما بأن، وهذا ما تحدثت عنه وسائل إعلام إسرائيلية ومصادر عربية وإقليمية ودولية، بأن نتنياهو هو الذي يقف أمام أي إمكانية للوصول إلى أي اتفاقية. لا. فيما يتعلق بقضية العقلية المتشددة التي تقود حكومة الاحتلال، هذا واضح كان منذ أن تم تشكيل هذه الحكومة واعتماد نتنياهو على بن جفير وسموتريتش، وهما الاثنين ينتميان الى مدرسه يعني تبدا في الكراهيه للفلسطينيين. ومثل ما اشرت لك، يوم امس بن جفير مسؤول الامن الداخلي وزع صوره له وهو مع الفرقه الموت المستعربين الذين دخلوا احدى المستشفيات ونفذوا عمليه في الضفه الغربيه. الان نتنياهو في بعض الاحيان يحاول ان يميل الى المتطلبات الدوليه فيما يتعلق بضروره التوصل الى هدنه، وفي نفس الوقت يدرك تماما بان اي خروج عن ما اتفق عليه مع حكومه الاحتلال اصلا مثل ما قلت لك، التي تتحكم او لنقل انها يعني مزروع في داخلها مدى حقد ديني قومي ضد كل ما هو فلسطيني. فبالتالي لا يمكن التوقع اكثر مما هو معروض. انا سموتريتش وبن جفير سيدفعان باتجاه تصعيد الاوضاع سواء في الضفه الغربيه او استيطان او طرد، هم قالوها علنيه، لان بطرد سكان قطاع غزه واحتلالها مجددا، وايضا حتى طرد الفلسطينيين من الضفه الغربيه باتجاه الاردن. اذا من رام الله حسام عز الدين الصحفي الفلسطيني، شكرا جزيلا لك. كذلك اشكر من القاهره شريف عبد الحميد الذي شاركنا، مدير مركز الخليج للدراسات.